يقول: ما تفسير قوله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد، وهل هي موجودة؟ لا، هذا ما هو يعني بئر معينة أو قصر معين، يعني آثار الكفار والأمم الهالكة لهم قصور ولهم آبار ولهم اعتبروا بها وخافوا من الله الذي أهلكهم أن يهلككم مثله. نعم، في موضوع هذا قال بعدها: أفلم يسيروا في الأرض. هذا للاعتبار والاتعاظ، ما هو للبحث عن الآثار وعن تعظيم الآثار وعن الافتخار بالسابقين وأنهم أهل الحضارة وأنهم، هذا ما يجوز هذا. لكن نعتبر بها ونبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، يعني ديار ثمود، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم.